أنا اسمي ملك الكاشف، عندي 22 سنة، عايشة في مصر، ست عابرة جندرياً، وبصنف نفسي كست نسوية ومدافعة عن حقوق الأقليات الجنسية والجندرية. المكان اللي أنا اخترته النهاردة للتصوير هو بيت أقرب صحابي، وأنا اخترته عشان إحنا كأفراد من المجتمع الكويري في مصر ومجتمع LGBTQ+ إحنا ما عندناش فرصة إن إحنا يبقى عندنا بيوت منظمة ودافية وتحتوينا ونعتبرها مساحتنا الشخصية عشان نعبر فيها عن نفسنا وعن هويتنا بالشكل اللي إحنا شايفين وحاسين بيه. وبناء على كده المجتمع الكويري في مصر، أفراد مجتمع الميم عين في مصر، بنوا شيء اسمه الأسر البديلة. والأسرة البديلة هي مجرد أفراد تانيين من مجتمع LGBT مروا بنفس الظروف المشابهة وفقدوا هما كمان بيوتهم وأسرهم، سواء لهويتهم أو لجنسانيتهم أو لأسباب شخصية متعلقة بيهم هما، ولكن ده كون في الآخر فكرة التكاتف والأختية وإن إحنا نبني مساحة تجمع فيها كل الناس اللي ما عندهمش مساحات تانية يبقوا موجودين فيها. ابتديت أستخدم أول حسابي الشخصي على السوشيال ميديا كمنصة أوثق فيها عبوري الجندري وإيه التحديات اللي واجهتني وإيه العنف اللي تعرضت له. وبعد كده اكتشفت إن التوثيق ده كمان بيساعد العابرين والعابرات الجندرية، مش بس ان هم يعرفوا يبدأوا ازاي في دولة زي مصر عبورهم الجندري، لكن كمان عشان ما يحسوش ان هم لوحدهم اللي بيتعرضوا للعنف ده، ما يحسوش ان هم لوحدهم اللي عندهم طول الوقت سؤال الهوية. انا بشتغل في منظمة اسمها منظمة ترانسات إقليمية، وهي منظمة بتعمل على الدفاع عن حقوق العابرين والعابرات جندريا ولا ثنائي النوع الاجتماعي. وترانسات بدأت في الأول كمنصة للدعم المعرفي والثقافي للعابرين والعابرات والثنائي النوع الاجتماعي، وتمكينهم كمان عن طريق إن هم نشر روايتهم هم بأنفسهم، كتابتهم هم للمقالات بأنفسهم. فالحركة بتاعتنا بدأت على إن إحنا مش المفروض نتسجن، إن إحنا المفروض نتعلم زي الناس، إن إحنا المفروض نشتغل، إن إحنا المفروض ما نطردش من بيوتنا، إن إحنا المفروض ما نتقتلش في الشارع، عشان ما كانش فيه قبل كده ناس تخلينا نبتدي مثلا من نقطة أنا من حق أشارك في صنع القرار في بلدي. ولذلك أنا مؤمنة إنه طول ما أنا مستمرة، أنا وغيري، أنا وحركة كاملة، طول ما إحنا مستمرين في العمل على قضايانا ورفع صوتنا طول الوقت، الجيل اللي جاي هيبقى عنده مساحة يبتدي من نقطة مختلفة عن اللي إحنا بدأنا فيها، وبالتالي مخاطر أقل وتحديات أقل. أنا مش مع فكرة إن أنا أقول إن إحنا بنعاني بس الناس التانية ما بتعانيش. كلنا هنا بنعاني، المجتمع المدني من 2011 وهو في حالة اختناق، لكن النشطاء الكوير أو نشطاء مجتمع الميم عين هم مش بس بيواجهوا ده، هم كأفراد من مجتمع الميم عين بيواجهوا عنف اجتماعي، عنف مجتمعي وعنف أسري وعدم وجود فرصة للدراسة وتعرض للعنف داخل الجامعات والمدارس، عدم وجود تمكين اقتصادي وعدم وطول الوقت تحت قوانين بتمنع وجودهم وبتلحقهم. فكفرد من مجتمع الميم عين أنا طول الوقت مضطرة أبقى ماشي خايفة في الشارع عشان هويتي بتمثل تهديد مباشر للمجتمع، وإن كنت هتعرض لعنف في السجون، لأنه حتى تجربتنا جوا السجون مختلفة عن تجربة الست المغايرة الهوية الجندرية ومغايرة الميل الجنسي، لأن احنا بنتعرض لمستويات مختلفة من العنف زي الفحص الشرجي مثلا اللي بنتعرض ليه عشان تحديد النشاط الجنسي، رغم ان يعني ان ده شيء غير علمي وغير طبي. بنتحط في سجون انفرادية وبنحط مع كنساء عابرات بيتم وضعنا في مقر احتجاز للرجالة، فبنتعرض لعنف جنسي وعنف جسدي وترهيب طول الوقت وسرقة متعلقاتنا الشخصية. احنا هنا مفيش اوبشن ان احنا نتكلم في السياسة، لان احنا اوبشن ان احنا نتكلم معناه ان احنا نظهر، وظهورنا
عليه ضريبة وهي الحبس والعنف المجتمعي. رغم ان انا موجودة في المجتمع ورغم ان في عشرات بل مئات بل الاف من افراد مجتمع الميم عين اللي بينشطوا، لانه مش بس العمل على الدفاع عن حقوقنا هو النشاط، لكن النشاط هو ان انا ابقى بنجو كل يوم وطول اليوم من عنف جسدي وعنف جنسي وعنف نفسي في المجالين الخاص والعام، وفي تهديدات من الاعتقال والملاحقة، ومع عدم وجود رعاية صحية، مع عدم وجود اي حق من حقوقي. النجاية اليومية هي نشاطي الحقيقي وهي نشاط المجتمع ده الحقيقي، ودي حاجة لازم تتحط في عين الاعتبار. يمكن كان بداية شعلة التغيير بدأت من 2001 في الحادثة الشهيرة بكوين بوت أو قاهرة 52 اللي حصلت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، واللي وقتها كانت أول مرة بيقف أفراد من مجتمع الميم عين قدام محكمة أمن الدولة اللي كانت مختصة في الوقت ده فقط بالنظر في قضايا الإرهاب. لكن كمان أفراد مجتمع الميم عين الجيل الجديد اللي قدر يستخدم السوشيال ميديا ويطوعها عشان يوصل لعدد أكبر من المجتمع وينشر أفكاره بطريقته وبروايته، هو ما يبقاش محتاج يستخبى وراء جريدة أو وراء قناة إعلامية بتخضع لرقابة، والرقابة بطول الوقت بتحاول تحد من وجودنا، فبالتالي مش هتخلينا نظهر إلا بشكل الجناء أو بنحاول نكفر عن خطيئة ما واللي هي هويتنا وأجسادنا. لكن كمان بقت في مجموعات ومبادرات ومنظمات كويرية في مصر وحتى مجموعات نسوية تقاطعية ابتدت تعمل تغيير عن طريق ان هي ترفع المطالب دي عشان تبقى موجودة في وقت من الأوقات على أجندة المناصرة الدولية، اللي كانت جزء مهم في ان انا اخرج من السجن وان انا ابشر حياتي وابشر عملي مرة تانية وانا حاسة بأمان اكتر. لانه المناصرة دي ما كانش دورها بس ان هي تخلي قضيتي محليا مهمة، ولكن ان هي كمان ساعدت ان قضيتي دي توصل دوليا وتعرف في العالم كله وضع ترانس في مصر عامل ازاي وبنواجه ايه، وتعرف العالم كله ان احنا دولة فيها حراك كويري، فيها حركة للترانس، وان الترانس اللي في البلد دي واللي في المنطقة دي من العالم بيعملوا مجهود يستاهل انه يشاف. من احد الاشياء اللي بفخر فيها، وهي مش في عملي الحقيقة ولكن كانت في اثناء انتهاك تعرضت له، وهو اعتقالي في عام 2019. في الوقت ده وحتى اللحظة الحالية كنت بحمل بطاقة شخصية مقيدة فيها كذكر وباسم مش اسمي وصورة فيها لا تعبر عني. فكانت المؤسسات اللي اتعاملت معاها سواء النيابة او الاسم او امن الوطني مصممين يتعاملوا معايا باعتباري ولد، وكانوا بيوجهوا لي الأسئلة بصيغة عبد الرحمن، ولكني قلت للوكيل النيابي أني برفض أي اسم تاني وأن أنا مش بقبل لفظ متحولة جنسيا، أن أنا عابرة جندريا، وأنه بعد كده تمت مخاطبتي بصيغة الأنثى حتى جوه السجن اللي كان كله سجن رجال في النهاية، وتم كتابة في محضر رسمي في النيابة كلمة عابرة جندريا. دي أكتر حاجة حسستني إنه أنا ممكن أعمل حاجة أصلاً في الدنيا. حابة أضيف إن أنا ممتنة جداً إن في فرص نتكلم فيها، لأن أنا مؤمنة إن التغيير هيجي لما نتكلم. مش مهم هنقول إيه، مش مهم اللي هنقوله ده مرتبط بسياق عملنا، ومش مهم يكون اللي هنقوله ده مرتبط بقضيتنا، بس أنا مؤمنة إن كل ما نتكلم كل ما هنتسمع، وكل ما نتسمع كل ما أوضاعنا هتتغير، كل ما نشاطنا هيتحط في برواز يبقى موجود جوه الدولة دي، مش طول الوقت بيحاول يتشال ويتم إخفائه. شكراً.